كابتن بلال، الف مبروك النادي الاهلي 3-1 مع الرقفه، مكاسب كبير جدا النهارده بالارقام هنقولها بعد كده، ولكن الاهلي تفوق فنيا وتكتيكيا طوال احداث المباراه. مبروك للنادي الاهلي يا كابتن ايمن. يعني النهارده زي ما توقعت الاهلي في الاوقات الصعبه بيبان صح. كتير جدا 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 قلقانين وخايفين ومتوترين والاداء و ولكن حقيقي في الاوقات الصعبه الاهلي بيبان. عشان تكسب النادي الاهلي ما ينفعش تجيب اتحاد جده لوحده او تجيب الهلال لوحده يلعبها، لازم تعمل كوكتيل، لازم تعمل منتخب صح مش تعرف تكسب النادي الاهلي. النادي الاهلي عشان يتغلب صعب جدا جدا جدا. لازم تعمل منتخب كبير تجيب فيه كل النجوم اللي عندك عشان تقدر تكسب النادي الاهلي. ما كان في منتخب من مختلف انديه العالم النهارده، مباراه قبل كده 4-0 مع الهلال، مع الهلال واتنين طرد و طب النهارده مع الاتحاد 3-1 مع الرقفه، فبالتالي الاهلي قادر بشكل كبير جدا انه يحط اسمه صحيح. رقم واحد على كل الانديه العربيه. والكره مش جبس طبعا، لا لا النهارده كسبنا وهي جبس وبنكسب وهي جلد. مظبوط الحمد لله. يعني صح. ولو بقت حديد هنكسب برضه يا كابتن ان شاء الله باذن الله. يا كابتن ان شاء الله بنحترم طبعا كل الانديه السعوديه طبعا طبعا، ونقدر طبعا جمهور الاتحاد وجمهور الهلال والجمهور السعودي بشكل كبير جدا جدا، ولكن في تنافس كره القدم في زعيم واحد بس صحيح. في الوطن العربي اسمه النادي الاهلي، اسمه النادي الاهلي ده رقم واحد، وده لازم تتحط تحتها 5 6 7 10 خطوط وتكتب الزعيم رقم واحد هو النادي الاهلي. زعيم افريقيا اللي فيها اللي خرجت دروكبا وايت وجورج ويا مش هيبقى زعيم الوطن العربي. تمام، بعتقد الامر يعني بسهوله انك تبقى زعيم الوطن العربي. النادي الاهلي حقيقي التاريخ لما بتدور عليه بتلاقيه في النادي الاهلي، الامكانيات والقدرات بتلاقيها عند النادي الاهلي، الروح القتاليه بتلاقيها عند النادي الاهلي. صحيح. الاهلي حقيقه بيدي دروس في كره القدم، مش بس مش بكلمك في الناحيه التكتيكيه فقط يا غير، انا بكلمك في زي ما قال الكباتن في الحضور الجماهيري في كل مكان، انت بتحس ان الاهلي بيلعب في ملعبه. بكلمك في الروح القتاليه العاليه، بكلمك في الرغبه في المكسب، بكلمك في شخصيه البطل. مظبوط، انت عندك شخصيه النهارده في الملعب، شخصيه كبيره كانت حاضره وكانت موجوده النهارده، في كانتي، في بنزيما، في فابينيو، في رومارين، كورنادو رومارينيو. تمام، في اسماء كبيره جدا جدا، لكن قلت لك ما بين الشوطين الاسماء ليست هي الفرق. مزبوط. في كره القدم. مظبوط، يا البرازيل اتغلبت 7 من المانيا. صحيح. وكانت البرازيل فيها السوبر ستارز بتوع العالم كلهم. فكره القدم انها تعترف بالاسماء، تعترف بالشخصيه، تعترف بالرغبه، تعترف بالحضور. انت النهارده حضورك قوي جدا، رغبتك عاليه جدا جدا جدا، روحك القتاليه عاليه. وكنا بنقول ان عندنا ممكن يبقى في مشكله في اللياقه البدنيه، ولكن تخطيتها بالروح القتاليه. يعني الكوره مش بالاسماء، لا خالص، اسماء يا كابتن بالافعال. لا لا لا، بس الاسماء والصفات. فانا ببارك للنادي الاهلي طبعا النهارده المكسب، مكسب كبير جدا، مكسب مشرف للكره المصريه على فكره. يعني انا الحقيقه ما شفتش الاتحاد السنه دي بيلعب في الدوري العام او في الدوري السعودي للاسف الشديد، ما صادفنيش ان انا اشوفه، لكن اعتقد بالمستوى ده ما ينفعش يبقى هو بطل الدوري او هو يعني، هل الدوري السعودي هو ده يعني المنطق بتاعه وهو ده هي دي الامكانيات؟ ما شفتش الحقيقه عشان ما بقاش يعني بقول كلام اي كلام يعني، او مثلا بقول بتريق ولا حاجه، لا انا حقيقي احنا شفنا صفقات كتيره جدا 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 في الدوري السعودي، كلها صفقات معظمها رائعه جدا جدا جدا، بس تبقى يعني او يبقى الاهلي هو الاهلي، الاهلي صحيح. في كل مكان وفي كل وقت. صحيح. من سنتين ثلاثه كنا قدام الهلال وكل الناس كانت بتقول لك الهلال والزعيم وهيكسب الاهلي وثلاثه واربعه، وسيبكوا بقى من سنه 70 و90 و60 و50 والاهلي كان قادر انه يلقن الهلال درس في كره القدم. صحيح. مبروك لجماهير الكره المصريه، هارد لك طبعا لجماهير الكره السعوديه، الكره فيها مكسب وخساره، لكن الكره فيها دايما بطل واحد فقط هو النادي الاهلي.